ومن الفوائد المتعلقة بالشتاء أن شدة البرد قد تمنع الإنسان من إسباغ الوضوء، لكن لتستحضر عبد الله ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، ومن المكاره شدة البرد وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. سماه رباطاً لأنه نوع من أنواع الرباط أمام العدو، وقيل هو من أيسر أنواع الرباط، وقيل لأنه يربط صاحبه عن الوقوع في المعصية. وهنا فائدة لمن كثرت ذنوبه عليه بفعل هذه الأشياء الثلاثة. قال: فذلكم الرباط، لأنها تربطك، جلوسك لانتظار الصلاة، كثرة خطاك إلى المساجد، إسباغ الوضوء على المكاره، كل هذا بإذن الله سبب في منعك من الوقوع في الذنب. ولذلك عند الطبراني قال: وأما الكفارات، إذا مع ذلك فهو كفارة. قال: إسباغ الوضوء على السبرات، السبرة هي شدة البرد.